بحال اللي قال الأخ السابق اللي دخل، أولا نستنى على هذه النتيجة الغير منتظرة باش نكونوا واضحين. عملنا المغرب تعمل هذه السنين بالتعليمات من سيدنا الله ينصرو، وبالتسيير المحكم ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عندنا في التكوين والعمل على إحضار ملاعب كروية حتى يمكن الواحد يعيش فيه، وداك وجلب لاعبين من خارج المغرب اللي عندهم واحد الكفاءات وعندهم رغبه باش يدافعوا على القميص الوطني وهم المغاربه، ومنهم اللي مشى من هنا مشى من المغرب مشى، يعني هادشي كله جعل كاننا كنعملوا لمستقبل كره القدم. هادشي ماشي يعني عملنا باش نوصلوا لنهائي كاس العالم. هذا الجيل وصل وبفضل يعني كنعرفوا مقابله كره القدم كيدخلوا فيها بالنسبه لي ثلاثه العوامل، كاين قيمه اللاعب، قيمه اللاعبين موجودين لان كاين لاعبين مكونين في اكاديميه مع 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 مع, مع يعني دي فورماتور في مستوى عالي، يعني هذو اللي يخرجوا لنا بحال الساري بحال تريناوتي بحال اغيرد بحال وناحي، يعني هذو خرجوا يسون يعني لا فورماسيون ديالهم تصبت بطريقه عالميه، وهناك لاعبين زادوا عليهم اللي ايزون ايتي فورمي دون دو تري غران كلوب، حكيمي في ريال مدريد، ما نساوش مزراوي في لاجاكس، يعني هادو كلهم لاعبين عندهم اون فورماسيون. وسؤال من حسن الحظ ديالنا اننا مشى واحد المدرب وجا واحد المدرب شاب اللي عاش نفس 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 الحالات وعرف كيوصل لهم الافكار، يعني هذا هذه السر ديال النجاح في كره القدم. ما نقولكش عملنا هادشي وكنا متيقنين نوصلوا للنهايه، هذا مستحيل، لان يمكن الانجليز عملوا اكثر منا وكل شيء عمل اكثر ما وصلوش للنصف النهائي، يعني الوصول الى نصف نهائي كاس العالم شيء يعني اكثر من مشرف، شيء يعني انا كنحمد الله شخصيا انني عشت لهذا الوقت وحضرت على هذا التاهيل بعد 40 سنه من العطاء في ميدان كره القدم. انا فخور بهذا، لان مقابله كره القدم اللاعب يكون مكون مزيان، المدرب يكون ذاك لوسموز متفق بين المدرب ولا اللاعب يوصل له ذاك الشيء اللي بغا، وشويه ديال الحظ، ولازم كيقول الحظ في كره القدم، لان واحد كتجي واحد انا غادي انا ديال الحارس ميغافيلو وبزاف ديال النيه استاذ سعيد بالخياط كما يصر على ذلك مدرب المنتخب المغربي وليد ركراكي.